واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال. طاعون ده مش مجرد اسم، طاعون أسلوب حياة. مفيش أهم من الأول طاعون اللي هو بتاع شخصية بتاع مسلسل دلع بنات، وكان نفسي أعمله تاني في السينما وقلت أحطه في وسط الشباب بتوع مسرح مصر، يبقى فيلم كوميدي جماعي كده حلو ويا رب يعجب الناس. مشاركتك في فيلم جماعي أول بطولة ليك، مختلفه عن المسرح من مصر. لا ده حاجه تانية خالص، الضحك في السينما حاجه تانية خالص غير المسرح. بس ده ليه متعه وده ليه متعه. يعني طريقه الكلام دي تعبتك؟ مش عارف والله، اصل انا بحب طاعون يعني. كنت مترجم يعني. كنا عايزين نعرف ايه الجديد. الجديد مفيش، هو الفيلم هو الجديد، والمسرح خلصنا السيزون خلاص ان شاء الله على العيد الجاي نرجع. بتحضروا له دلوقتي ولا لسه؟ نرجع في العيد الكبير ان شاء الله. سونسون مش هقدر اقول لكم ايه دورها في العمليه عشان عيب. دوري بنت كوميديه قوي اسمها سونسون، بنت مجنونه عايزه يبقى معاها فلوس، فبتعمل مشاكل كتيره قوي بسبب الموضوع ده. نتابعوا اوشن 14 ان شاء الله هيعجبكم. لا انا سعيده قوي بمشاركتي معاهم، لان حبيت الدور لما جالي، لانه كوميدي ما عملتش كوميدي قبل كده، وهم شباب قريبين من القلب قوي. فلما تدخل مع شباب زي دول في كوميديا، فده هيبين الكوميديا اللي جواك اللي انت عمرك ما عملتها. انا الفيلم كله مختلف بالنسبه لي، انا عملت حاجه مختلفه قوي، وان شاء الله يا رب الفيلم يعجبكم. انا النقيب صفاء شيرين عز كلهوي. دور ضابط اسمه صفاء انفصل عن الخدمه وبيحاول يرجع الخدمه تاني. لا هو الفيلم كله طبيعته كوميديا، واحد بيحاول يظهر لسمنا. المسرح صعب جدا والسينما تقنية تانية، بس إن شاء الله بإذن الله يا رب يعني النقلة دي تبقى الناس تستوعبها، والنجاح اللي حققناه في المسرح نحققه في السينما إن شاء الله. مجموعة نصابين، أنت مين بقى فيهم؟ لا أنا ولا واحد من النصابين، أنا أمين شرطة. أمين شرطة مع الضابط صفاء، وده اللي هو مصطفى خاطر بس، وبنقع بقى في تريبات وكده، فربنا يسهل ان شاء الله. الشغل جوه الفيلم غير شغل المسرح طبعا، ده حاجه وده حاجه. المسرح طبعا براحتنا اكبر، باي حاجه عايزين نقولها بنقولها بتاع. طبعا استاذ اشرف بنشكره من هنا برضو، بنقول له يعني شكرا على وقفتك جنبنا. وطبعا الاحتفال بتاعنا النهارده ده اعتقد ان حتى هو لو يعني هو جاي، اكيد انا واثق ان هو جاي وهتلاقيه مبسوط اكتر مننا من الفيلم. مرق نستحمل غباءه وناخد سوا. يا بركه دعاك يا ماي مصر، كان ابويا مات قبل ما يبوس امي. الله يبارك فيكم، ميرسي ان اخبار اليوم نورتنا في افتتاح الفيلم. دوري في الفيلم دور مرعي، دراع اليمين لطاعون. احنا فرقه اجرام بنعمل عمليات سرقه، بنعمل منهم عمليه سرقه اللي هي بلوف في الفيلم بشكل خفيف، بنحاول نقدمه الناس بشكل كوميدي. بنفسنا نكرر التجربه دي تاني ان شاء الله، ده اللي بنفكر فيه، ان احنا كمجموعه شباب اصحاب نعمل التجربه دي تاني سوا مع بعض. نفسنا ان نبقى عند حسن ظن الناس ونثبت رجلينا عندهم يا رب، ده اللي نتمنى. مش متوقعنا، بس هي الطريق اللي احنا بنسعى له، اي ممثل بيسعى سواء من طريق فيديو طريق برامج ايا كان الطريق، هو بيبقى عايز يوصل للسينما. هي دي النقطه اللي احنا بنبقى عايزين نوصل لها، فالحمد لله ان هو طريق بنسعى له، والحمد لله ربنا كرمنا وصلنا بشكل محترم. يا رب نفضل عند حسن ظن الناس. ميرسي، الله يبارك فيك. انا في اوشن 14 بلعب شخصيه عبير. هي شخصيه بنت بسيطه جدا، لابت حبيبة عمر متولي وبتتخطب له، وهي بتبقى شايفاه ان هو حد يعني بيشتغل وظيفة معينة وبتنبهر بالشخصية دي، ومن هنا بيحصل ان هم طالعين في مهمة ما، وبيحصل فيها مواقف كتير قوي بس في اطار كوميدي اجتماعي لطيف. وهي بتبقى طول الوقت بنت ساذجة جدا وطيبة قوي، لحد ما في اخر الفيلم بتتحول الشخصية دي عشان هي بتعرف الحقيقة وبتتحول لشخصية تانية خالص، بس الموضوع كله لطيف وبشكل كوميدي. دي اللي بتتحول لها بتبقى ايه؟ خليها مفاجاه. الغنوة اساسا جديده، مودرن، شعبي، ميكس كده غريب، انا اول مره اعمله. اقترحوا عليا عم محمد السبكي ورنا السبكي، قالوا تعالي نجرب الغنوه دي. جربتها، كتبت الجزء الكلداني عشان انا كلدانيه، هي لغه كلدانيه. والجزء المصري كتبه محمد البوغا، الحان وتوزيع اشرف البرنس. داخله من سياق الدرامي نوعا ما بس، وانا عجباني بصراحه، ان شاء الله تعجبكم. واتبدلت الاحوال.